أذكر بالوقف، أذكر بوقف جمعية رؤوم في رفحة، واللي بتنتخب بعض المتسابقين يروحون لها إن شاء الله، ونقول الوقف لم يتبقى منه إلا أقل من 15%. أنا ما حدثت، لكن تقريبا أقل من 15%، يعني اكتمل إلا قليلا جدا جدا، وإن شاء الله أنا على أيديكم وعلى أيدي المحسنين سيكتمل، وسنفرح وسنسجد لله شكرا باكتمال هذا الوقف الذي ريعه ومصاريفه كلها لأغلى فئة في المجتمع، فئة الأيتام. هذا هو الإنجاز فعلا. ترى جبر المدارية أحد المتسابقين قال لي كلمة، قال والله العظيم إحنا كمتسابقين إحنا هم من الوقف أكثر من المراكز، قاله في فقرة الآباء، يقوله جبر. كلمة صدق عكست يعني مدى اهتمام الشباب بهذا الإنجاز. فأنا أيضا أقول همنا الأكبر اكتمال الوقف، حتى من نجاح فقرة النقد، ومن نجاح البرنامج، ومن نجاح المتسابقين، لأن هذا اللي بيبقى لنا، والدال على الخير كفاعله، نحن ندل على الخير ونقول هذا باب صدقة وباب خير، بتتبرع تبرع فيه، تتبرع في غيره تبرع، المهم لا تترك الصدقة ولا تترك يعني البذل والإحسان على اليتيم وعلى الأرامل وعلى المعوزين، لكن أيضا